تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد الرئيس السيسي يستقبل الرئيس جوزيف كابيلا إفريقيا في القاهرة. النهاردة موجود رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس جوزيف كابيلا. الرئيس السيسي التقى الضيف الإفريقي الكبير، هي زيارة رسمية، علاقتنا تاريخية جدا بكنشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، دعمنا الاستقلال في دعم فني مستمر في وجود مصري في إفريقيا، وبالأساس في تعاون كبير جدا مع الشقيقة الكونغو الديمقراطية. الرئيس جوزيف كابيلا قدم الدعوة الرسمية للرئيس السيسي لزيارة كينشاسا، زيارة رسمية إلى دولة الكونغو الديمقراطية. هذه الزيارة ضمن زيارات عديدة لزعماء أفارقة جاءوا إلى القاهرة، بيدل إلى عودة مصر إلى إفريقيا وعودة إفريقيا إلى مصر مثلما كان في السابق. اثنين، هل اهتزت ثقة كوريا الجنوبية في الرئيس ترامب؟ كلنا بنتابع بقالنا أيام، هي أيام عصيبة في العالم، احتمالات تدهور الأوضاع الأمنية في كوريا الشمالية، وكلنا تابعنا أن في أمر رئاسي صدر من الرئيس ترامب بتوجه حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون إلى كوريا، إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية. لكن اتضح بعد شوية إن حاملة الطائرات لم تصل إلى السواحل الكورية، وبدأ كلام في الصحافة هل الرئيس ترامب ما كانش يعرف مكان حاملة الطائرات، ولا وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعطت معلومات غير دقيقة للرئيس الأمريكي. CNN اتكلم موقعها في هذا الموضوع على أكثر من نطاق، لأن وقت صدور القرار ووقت كلام البيت الأبيض إنه حاملة الطائرات راحت لكوريا، اتضح إن حاملة الطائرات موجودة في أستراليا، وإنها موجودة ضمن مناورات عسكرية في سواحل أستراليا، وإنها بعد كده لما تلقت الأوامر تحركت بعد أيام في اتجاه المياه الكورية. لكن وقت الرئيس ما قال ما كانتش حاملة الطائرات موجودة في المياه الكورية ولم تتجه إليها. ده خلى في جدل كبير جدا في الصحافة. خبير كوري اتكلم لCNN وقال ان احنا بنثق في امريكا، وان الامن القومي لكوريا الجنوبية متعلق بالوعود الامريكية، وان لما الرئيس ترامب قال انه خلاص بعت حاملة الطائرات احنا وثقنا في ده. لما يتضح انه ما بعتش حاملة الطائرات، ده يفقد ثقتنا في الرئيس ترامب، سواء ما يخص الوضع الآن أو يخص الوضع في المستقبل. بعض الصحف في كوريا الجنوبية قالوا إن تصريحات الرئيس ترامب كانت غير صحيحة، وإن حاملة الطائرات لم تتجه إلى السواحل الكورية. ده المشهد الذي نوقش وعرض في CNN. إنما الحقيقة من الجانب الآخر، ممكن الجانب الأمريكي يفسر ده، ده جزء من الغموض وجزء من سرية الحركة، وإن ممكن الرئيس ترامب يبقى عارف كويس جدا إن حاملة الطائرات في استراليا، والأمر بالتوجه مش إنها بالضرورة موجودة دلوقتي في السواحل الكورية، ثم إن حاملة الطائرات بعد كده قطعت المناورات اللي كانت موجودة في استراليا، ثم اتجهت إلى السواحل الكورية عند بحر اليابان. في كل الأحوال بقت في حرب إعلامية وفي جدل كبير جدا، وانه مؤيد الرئيس ترامب بيقولوا ان هو كان يقصد التوجه وان ده حصل لاحقا، انما خصوم الرئيس ترامب او خصوم امريكا بيقولوا ان هو ما كانش عنده معلومات، وان البنتاغون ما اداش معلومات دقيقه، وانه امريكا لم تكن صادقه في قولها ان حاملة الطائرات توجهت الى السواحل الكوريه. ثلاثه، هل تملك كوريا الشماليه صواريخ نووية حقا؟ البعض بيقول ان ممكن تكون كوريا الشمالية بتشتغل العالم، لا عندها قنابل نووية ولا عندها صواريخ تصل لأمريكا ولا عندها صواريخ بعيدة المدى، وان كل ده وهم، وان دي صناعة وهم وترويج الوهم قدام العالم. لكن بالمقابل التيار الرئيسي في المحللين حول العالم
بيقول لا دي حقيقة، ده مش وهم. المدرسة الأولى اللي بتقول إن كوريا الشمالية ما عندهاش صواريخ بعيدة المدى وما عندهاش قنابل نووية ولا تهدد العالم بالطريقة ديت، من هذه المدرسة صحيفة السن البريطانية. السن البريطانية نشرت مقال بيقول إن الصواريخ اللي كانت موجودة في العرض العسكري اللي بمناسبة 105 سنة على جد الزعيم دي كانت صواريخ وهمية، وإنه زعيم كوريا الشمالية بيشتغل العالم، وإن هو ما عندوش صواريخ تصل لهذا المدى ولا إنها تقدر تشيل رأس نووية، وإن الهدف إنه يبقى فيه برستيج كده قدام العالم، وإن يكون فيه هيبة لكوريا الشمالية، وإنه كمان يكون ليه هيبة داخل بلاده، إنما هو ما عندوش هذه الصواريخ الخطيرة جدا. صحيفة السن نشرت بقى صور بتبين فيها إن الصواريخ اللي موجودة في العرض العسكري بالطريقة المدببة والمائلة أو الأنف المعقوف اللي ظهرت فيه ده يدل إن هي مش ممكن تكون صواريخ جادة، وإنها ممكن تكون صواريخ وهمية للعرض. ده صورة الصاروخ كما نشرته السن، إنه هذا الرأس المدبب المائل اللي يشبه الأنف المعقوف لا يمكن إن يكون رأس صاروخ، وإنه الزعيم الكوري بيشتغل العالم عبر هذه الصواريخ الوهمية أو هياكل الصواريخ اللي كانت موجودة في العرض العسكري. أيضا أثناء العرض العسكري اللي هو مهم جدا وخطير جدا، كان واضح أن بعض الدبابات مش مؤهلة لهذا العرض، وإن في دبابة اتحرقت أو حصل فيها حريق أثناء العرض العسكري نفسه، وبالتالي بناء للصن أنه دبابات طلع منها دخان أثناء العرض العسكري وصواريخ وهمية أثناء العرض العسكري، إذن زعيم كوريا الشمالية بيشتغلنا وبيشتغل العالم. إنما الرأي الآخر، وطبعا منشور في معظم صحف العالم وده رأي أغلب المحللين في العالم، إن كلام الصن كلام مش مظبوط. روسيا اليوم قالت إنه الرأس الذي يبدو كأنف معقوف، الصورة اللي احنا شفناها من شوية ديت صورة لمحرك للصاروخ، ده مش الصاروخ إنما جزء من الصاروخ، هذا الجزء هو أحد المحركات الدافعة في الصاروخ، وبالتالي إن في خلل في التفكير لما البعض يعتقد أو يخلط بين الصاروخ وبين جزء من الصاروخ أو أحد محركات الدفع في الصاروخ. كمان أغلب المحللين كما نشرت روسيا اليوم رأيهم إن في سلاح نووي وفي صواريخ بعيدة المدى وفي ترسانة عسكرية قوية، وإن ممكن صواريخ كوريا الشمالية تصل إلى أمريكا. يبقى إذن إحنا إذا مدرستين، مدرسة ضعيفة بتقول إن كوريا الشمالية قد لا تملك كل هذه القوة العسكرية الخطيرة، ومدرسة أقوى بتقول وتؤكد إن في صواريخ بعيدة المدى وترسانة نووية خطيرة لدى كوريا الشمالية، ده على الرغم من إنه بتحصل أخطاء زي إن دبابة أثناء العرض العسكري اشتعلت واضطرت أن تتنحى جانبا أثناء العرض لصعود أو تصاعد الدخان من الدبابة الكورية الشمالية. 4. أردوغان يهاجم إيران عودة التاريخ. التاريخ كان فيه صراع كبير جدا بين الدولة الصفوية إيران وبين الدولة العثمانية حاليا ترثها تركيا، والصراع ده كان واخد أبعاد مذهبية سنة وشيعة وأبعاد قومية ترك وفرس. التاريخ أحيانا بيعيد نفسه، والتاريخ أوقات كتيرة جدا لا ينقطع، وتبقى في علاقات شخصية وصداقة، إنما في النهاية السياسة أقوى، وممكن تكون في دبلوماسية راقية إنما بيكون التاريخ أقوى. ده اللي حاصل بين تركيا وإيران، رغم أن رئيس أردوغان عنده علاقة قوية جدا بإيران وتحالف مع إيران في مواقف مختلفة، والعلاقة زادت قوة بعد الانقلاب أو محاولات الانقلاب ضد الرئيس أردوغان، إلا أن أردوغان بدأ يرجع تاني للتاريخ ودت المسافة تزيد بين إيران وبين تركيا، والرئيس أردوغان قبل يومين فاجئ إيران بهجوم شديد على السياسة الإيرانية.
قال الرئيس أردوغان إنه إيران بتحاول إنها تهز منطقة الشرق الأوسط وإنها تهيمن علشان يبقى فيه نفوذ فارسي مهيمن على المنطقة من خلال وجودها في 4 دول في العالم العربي. وقال إن الحشد الشعبي هي منظمة إرهابية تابعة لإيران. الحشد الشعبي رد وقال إنه مش منظمة إرهابية وإنه مش تابع لإيران وإنه هو تابع للعراق وإنه هيكمل المعركة ضد داعش سواء في العراق أو في سوريا فيما بعد. إنما الموقف التركي عند رأيه لا يزال إنه إيران تتمدد فارسيا موجودة في 4 دول من أجل النفوذ الفارسي وإن هي بتحاول تخلي ال4 دول فيها طابور خامس أو فيها لوبي داعم أو عميل للسياسة الإيرانية. دي تصريحات قوية جدا من الرئيس أردوغان في مواجهة إيران اللي كان باستمرار دبلوماسي في مواجهة إيران ولا سيما الصداقة القوية بعد الانقلاب. إنما دلوقتي التاريخ بيرجع مرة تانية، إيران في ناحية وتركيا في ناحية، استدعاء الدولة الصفوية من ناحية والدولة العثمانية من ناحية تانية، أو الأتراك والفرس من جديد. الرئيس أردوغان يهاجم إيران، عودة التاريخ. 5، من يجرؤ على تغطيس رأس أحمدي نجاد في الماء؟ الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد ظهر مرة أخرى بعد اختفاء لفترة، ظهر في الساحة السياسية والساحة الإعلامية في الانتخابات الرئاسية في إيران. فالرئيس السابق أحمدي نجاد راح لجنة الترشح للانتخابات، فلما سألوه الصحفيين هتترشح قال لهم لا، إنما اللي هيترشح هو نائبي السابق. وراح مع نائبه أنه بيصطحبه إلى لجنة الانتخابات أو لجنة الترشح، وفوجئ الموظفين هناك إن أول ما وصل أحمدي نجاد هو واقف قدامهم. تصوروا إنه هيقول لهم إن نائب الرئيس أحمدي نجاد السابق اللي هيترشح، فوجئوا بيطلع البطاقة بتاعته وبيقول إن هو اللي هيترشح لرئاسة إيران. المرشد الأعلى هو الحاكم الأول لإيران، فالمرشد الأعلى أمر ما تقبلوش أوراق أحمدي نجاد. فمجلس صيانة الدستور اللي بيتلقى تعليماته من المرشد رفض إنه ياخد أوراق أحمدي نجاد. أحمدي نجاد طبعا اتضايق جدا، إزاي أنا كنت رئيس إيران ولمدتين ومتشدد وعملت كتير جدا من أجل الثورة الإيرانية والنظام الإيراني، ودلوقتي يترفض أورائي إن أترشح لرئاسة إيران. ونتيجة هذه الزمزقة قرر أحمدي نجاد إن أنصاره يتظاهروا في مواجهة مجلس صيانة الدستور اللي رفض ترشيح أحمدي نجاد. إنما المفاجأة إن مستشار المرشد علي خامنئي كان موجود في اجتماع مع مجلس صيانة الدستور ومع شخصيات أخرى، وقال كلام قاسي جدا على أحمدي نجاد. قال إنه لو اتجرأ وعمل ده أنا هغطس راسه في المية، هغرقه، وإننا مش بس كده، لو زودها كمان أنا هدخله السجن. فتهديد قاسي جدا في الإهانة الشخصية اللي هو تغطيس رأس أحمدي نجاد في الماء، وفي التهديد السياسي الواضح إن هيتم اعتقال أحمدي نجاد وإيداعه السجن. طبعا ده يخلينا نتساءل من يجرؤ على تغطيس رأس أحمدي نجاد في الماء؟ محدش يجرؤ إلا المرشد الأعلى، ومستشار المرشد كان بيعبر عن المرشد في إن هو ممكن يعمل هذا التهديد المهين أو إن يدخل أحمدي نجاد السجن لمجرد إن هو فكر إنه يترشح للرئاسة الإيرانية في مواجهة منافسين آخرين. كيف قضى المرشد على 4 رؤساء في إيران؟ الثورة الإيرانية 2 مرشدين لغاية دلوقتي، المرشد الأول آية الله الخميني والمرشد الثاني علي خامنئي. فأثناء هؤلاء المرشدين اللي بيحكموا أو المرشدين الاثنين دول خميني وخامنئي
أي رئيس جمهورية ملوش وزن كبير في مواجهة المرشد، هي دولة المرشد، هو الكل في الكل، ورئيس الجمهورية يعاقب ويعزل من المرشد بما فيها الإساءة الشخصية، زي ما قلنا إن مستشار المرشد يقول على أحمد نجاد إن هيغطس راسه في المية أو هيدخله السجن إذا واصل الاحتجاج. أربع رؤساء قضى عليهم المرشد في إيران. الرئيس الأول هو أول رئيس للجمهورية في إيران اللي هو أبو الحسن بني صدر. الرئيس أبو الحسن بني صدر أطاح به الخميني، ومن وقتها هو قاعد في المنفى ما يقدرش يقرب من إيران. والضحية الثانية هو الرئيس الإيراني هاشم رفسنجاني اللي المرشد رفض سنة 2013 إن هو يترشح، ومات بعدها هاشمي رفسنجاني. ثلاثة أو الضحية الثالثة الرئيس محمد خاتمي. محمد خاتمي اللي كان رئيس إيران وكان ملء السمع والبصر، بعد كده محدش يسمع عنه. ليه؟ لأن ممنوع في الإعلام في إيران إن اسمه يتقال، ممنوع تقول اسم كده محمد خاتمي أو صورته تظهر في جورنال أو في محطة، لا يوجد. هو عايش لكنه مات سياسيا، دي أوامر المرشد، مفيش شخص يطلع صورة أو يظهر صوت محمد خاتمي في أي وسيلة إعلام في إيران. والضحية الرابعة هو الرئيس أحمدي نجاد اللي هو لما تقدم للانتخابات قبل أيام قليلة تم رفض ذلك وتهديده بدخول السجن. يبقى إذن أربع رؤساء قضى عليهم المرشد، الرئيس الأولاني أبو الحسن بني صدر في المنفى، والتاني هاشمي رفسنجاني مات ومغضوب عليه من المرشد ومنع من الترشح، والتالت محمد خاتمي ممنوع صوت وصورة، ممنوع إطلاقا أي ظهور لي في إيران، والرابع أحمد نجاد الذي منع من دخول الانتخابات 2017. الرئيس أحمد نجاد وظهور المهدي المنتظر. عقيدة المهدي المنتظر هي ثابتة في معظم المذاهب الإسلامية، وهي ثابتة عند أغلب العلماء عند السنة وعند الشيعة وعند مذاهب إسلامية أخرى. إنما عقيدة المهدي المنتظر لها رؤية عند السنة ولها رؤية عند الشيعة. فعند الشيعة المهدي المنتظر هو الإمام الثاني عشر. لما نقول الشيعة الإثنى عشرية نسبة إلى 12 إمام من نسل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. الإمام الحادي عشر هو الحسن العسكري، والحسن العسكري أنجب ابن هو محمد، محمد ابن الحسن العسكري ابن علي المهدي. فالإمام محمد ابن الحسن العسكري هو طفل صغير اختفى في سرداب، نتيجة أنه من البداية كان الإمام الوالد اللي هو الحسن العسكري بيمنع ظهوره نتيجة ضغوط الدولة العباسية وقتها خوفا عليه، إنما بعد كده اختفى طبقا للعقيدة الشيعية الإمام الثاني عشر اللي هو محمد ابن الحسن، محمد المهدي ابن الحسن العسكري. في الأول الشيعة يقولون أنها الغيبة الصغرى، فأوفد أربع سفراء لي متعاقبين بيمثلوا أثناء حياته اللي كان فيها نواب عنه أو سفراء له، وبعد كده الغيبة الكبرى اللي بقالها أكتر من 1000 سنة حتى الآن، ويعتقد الشيعة أنه هو سيعود في آخر الزمان وأنه محمد المهدي ابن الحسن العسكري أو الإمام الثاني عشر ابن الإمام الحادي عشر. الرؤية السنية للمهدي المنتظر تختلف، وإن كانت عقيدة المهدي المنتظر توجد عند السنة وتوجد عند الشيعة. عودة بقى إلى الشيعة وعقيدة المهدي المنتظر. الرئيس أحمدي نجاد هو أول رئيس في إيران وأول سياسي في إيران يتكلم بوضوح إن إحنا خلاص كلها سنة أو اتنين أو ثلاثة ويظهر المهدي المنتظر، ومرة قال إنه هيظهر في غضون 4 سنوات، وده كان معناه إن المهدي المنتظر كان لازم يظهر عام 2014.
فعلا في 2017 فيتأخر الظهور 3 سنين عن توقع الرئيس أحمدي نجاد لظهور المهدي المنتظر. بيعتقد الرئيس أحمدي نجاد إن هو دوره لما كان رئيس جمهورية إن هو يمهد الأرض للمهدي المنتظر، وقال إن هو على صلة بيه وإن المهدي المنتظر هو الذي يدير شؤون إيران، وقال أيضا إن في زعماء آخرين في العالم على صلة مباشرة بالمهدي المنتظر، منهم الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو شافيز. وطبعا ده شيء مباغت جدا لأي حد إنه يعتقد بأن الرئيس هوجو شافيز يكون على اتصال بالمهدي المنتظر أو يكون من رجال المهدي المنتظر حول العالم، إنما ده كان تقدير الرئيس أحمدي نجاد. وطلعت كتب تتكلم عن الدولة المهدية العالمية وأحمدي نجاد، وطلع فيلم وثائقي في عهد أحمدي نجاد اسمه الظهور، بيؤكد بقى دور أحمدي نجاد في التمهيد لظهور المهدي المنتظر. في الاتحاد الأوروبي اتكلم أحمدي نجاد عن ظهور المهدي المنتظر، وعند الشيعة في العقيدة الشيعية لما يأتي ذكر المهدي المنتظر فيدعون له بقولهم عجل الله فرجه. فأحمدي نجاد في الاتحاد الأوروبي تحدث عن المهدي المنتظر وقال عجل الله فرجه. وفي الأمم المتحدة ولأول مرة في تاريخ الجمعية العامة تحدث الرئيس أحمدي نجاد عن عاقلة المهدي المنتظر، وقال إن هو بيتمنى ظهوره علشان هو وغيره يكونوا مستشارين بين يديه. بعض المحللين السياسيين بيقولوا إن ترويج أحمدي نجاد المستمر لأن المهدي المنتظر هيظهر خلال شهور أو خلال سنة أو اتنين بالكتير، ده بيضعف سلطة المرشد الأعلى علي خامنئي وسلطة رجال الدين، لأنه إذا ظهر المهدي المنتظر خلاص مش موجود بقى لعلي خامنئي ولا رجال الدين ولا كل السلطة اللي موجودة، لأنها ترجع السلطة الأصلية اللي هو المهدي المنتظر مش الولي الفقيه اللي بينوب عن الإمام الغائب أو المهدي المنتظر. موضوع يبدو صعب لأنه في أصول فقهية وأصول تاريخية وفي خلاف مذهبي، إنما موجزه إن الرئيس أحمدي نجاد هو أول رئيس في إيران يتكلم بشكل واضح وصريح إن المهدي المنتظر قدامه سنة أو اتنين أو تلاتة بالكتير، وإنه على وشك الظهور تماما، وإنه لما كان رئيس كان كل شغله إنه يمهد الأرض لعقيدة المهدي لعودة المهدي المنتظر. وده أدى إلى جدل كبير جدا لما طرح ده في الاتحاد الأوروبي أو لما طرحه في الأمم المتحدة. استخدام عقيدة المهدي المنتظر في الصراع السياسي في إيران. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.